السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من أخباركم والتي نطلعكم فيها على آخر الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل والصحف الإلكترونية. خلونا نبدأ وإياكم مثل ما تعودنا بأبرز العناوين. الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز يفتتح مهرجان زيتون الجوف الدولي. جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة بالمدينة الطبية. هيئة الاتصالات 3 مسارات متاحة للابتعاث في تخصصات الفضاء وعلومه. أهلا بكم من جديد. أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن المنطقة تتميز في إنتاج زيت الزيتون بجودته العالية، وكذلك الزيتون بأصنافه المتعددة، وذلك بفضل الله ثم ما تحظى به المنطقة كباقي مناطق المملكة باهتمام ودعم سخي للقطاع الزراعي من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، وهذا ما جعل المملكة تتقدم على كثير من الدول في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بأنواع مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وإن شجر الزيتون أصبحت هوية للمنطقة. جاء ذلك خلال تدشين سمو مهرجان الزيتون زيتون الجوف الدولي 17 الذي أقامته أمانة المنطقة بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا. وقال سموه أن الدراسات والأبحاث مستمرة في عدة جهات من أجل تطوير منتج الزيتون، إذ تعد زراعة أشجار الزيتون رافدا اقتصاديا محفزا على الاستثمار فيما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون الدولي بالجوف يعد من أكبر وأنجح المهرجانات على مستوى المملكة. هذا وتجول سموه في صالة زيت الزيتون والتقى بالمزارعين المشاركين في صالة الزيتون بالمهرجان، حيث أكدوا سعادتهم بالمهرجان الذي يوفر لهم فرصا متميزة لتسويق منتجاتهم وكذلك التعريف بها، فرصة لمحبي زيت الزيتون وأيضا التجار الخاصين بزيت الزيتون أنهم يحضرون مثل هالمهرجانات وأيضا يبنون علاقات مع المزارعين. نذهب مباشرة إلى المدينة الطبية في جامعة الملك خالد، حيث أعلنت عن رغبتها في شغل وظائف أو في التوظيف على وظائف في برنامج التشغيل الذاتي بمن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، علما أنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع الجامعة بمشيئة الله يوم الخميس 5 من شهر شعبان لعام 1445 ولمدة 6 أيام. هذا وأوضحت كذلك الجامعة عن شروط عامة يجب توفرها: أولا أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ثانيا أن يكون المتقدم لائقا صحيا ووجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول للوظائف الصحية، ثالثا ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي، رابعا أن يكون التقديم إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، خامسا لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب، وشددت على ضرورة اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة، وفي حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق هذه الخبرات. كل التوفيق إن شاء الله للمتقدمين والمتقدمات من أجل الظفر بهذه الوظائف، وبحول الله تعالى نحن ما شاء الله نشهد طواقم ما شاء الله متخصصة وطواقم مميزة في الصحة، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. نذهب إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث أعلنت الهيئة
عن المسارات المتاحة للابتعاث عليها ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في تخصصات الفضاء وعلومه. وتضمنت المسارات والدرجات العلمية مساري الرواد وإمداد لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، ومسار البحث والتطوير لمرحلة الدكتوراه في عدة تخصصات، من أبرزها هندسة طيران الفضاء، وتخصص هندسة نظم الفضاء، وتخصص علوم الفضاء، ثم تخصص علم الفلك والفيزياء الفلكية. وأوضحت الهيئة في هذا الخصوص أن الفرص ستكون في 200 جامعة في 16 دولة وتخصصات عددها 8 في مجال الفضاء. طبعا بالتأكيد مثل هذه الأخبار ومثل هذه تعطي مؤشر بأن المملكة فعلا يعني حددت مسار، وهو الاهتمام بهذا الجانب، جانب الفضاء. وبالتأكيد مثل هذه الابتعاث أو مثل هذه الفرص الخاصة بالابتعاث والتي ترتب لها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مدفوعة الثمن، وأيضا هي فرصة لشبابنا الطموحين اللي يتمنون أن يكونوا في مجالات عالية وأيضا في تخصصات تحتاجها الدولة. بالتأكيد أنها فرصة مميزة لمن يتسابق عليها. نذهب إلى خبرنا الرابع، حيث أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم 4، ويستهدف النظام الذي وافق على إقرار مجلس وزراء إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية، كذلك تحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، كذلك زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية. هذا وأضاف أيضا المجلس أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4. تأكيد مثل هذه الأخبار يعني تعطي أولا خدمة لصاحب العمل من ناحية ضمان يعني المراجعة الصحية للعمالة المنزلية، وعدم يعني إرهاقة وتكاليفهم العالية سواء على حساب العمالة أو على حساب أيضا صاحب العمل بما سيثقل كاهلة، بينما في دفع التأمين الصحي سيوفر هذا مبالغ عالية. نذهب إلى خبرنا الأخير، حيث تزخر شواطئ مدينة جدة بمواقع تشرف على مناظر بانورامية رائعة وهي قبلة للسياح، وبخاصة عشاق المغامرات في الشواطئ الجاذبة عبر شرفاتها الطبيعية السياحية الخلابية. هذا وتعد واجهة جدة البحرية من المواقع السياحية الجاذبة في المدينة، ومقصدا لقضاء العطلات وأوقات ماتعة للاسترخاء، حيث تبلغ مسافة الواجهة على ما يربو على 4500 متر مربع، وتعد المرحلة التطويرية الأكبر لواجهة جدة البحرية مع توافر خدمات تناسب جميع الفئات والأعمار، ما يجعل المناظر أخاذة في المكان، فضلا عن مناطق الجذب الرئيسية على الشاطئ والتي هي جديرة بالاستكشاف. ويحلو أيضا الاستمتاع بالرياضات المائية المتعددة بجانب الطريق الملاصق للبحر والمرصوف بدقة في رحلة ملهمة. خلونا نشوف وياكم هذا المقطع للآن نشرف عليه ونشاهده، وهو صراحة مناظر جميلة بالفعل. من يزور جدة ومن هو بعيد عن مدينة جدة سيلاحظ الاختلاف اللي تم في هذه المدينة من خلال يعني مناظر جذابة ومناظر جميلة وتدعو السياح إلى مشاهدتها وأيضا الاستمتاع بأجوائها وما تحمله من أيضا مقومات جميلة وسياحية. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى آخر أخبارنا في حلقة هذه الليلة. بالتأكيد نحن أمام جزء آخر، هذا الجزء هو رصد للترندات اللي تم تداولها في الفترة الماضية بمنصات مختلفة. خلونا نشوف وإياكم أبرز ما تم تداوله في الترند. حياكم الله من جديد في ترندكم. الترند الأول
جاءنا من تويتر، حيث هذا المعلم الذي يودع زملائه وطلابه في مشهد مؤثر، وما أجمل وما أحزن، أجمل وأحزن هذه المشاهد التي نشاهدها من تقاعد معلمين، خصوصا ارتباطهم بالطلاب. يعني ممكن موظف يعني يتقاعد واللي دائما زملائهم اللي يحسنون عليه، لكن هذا الموضوع أكبر من ذلك، زملاء وأيضا طلاب يعني درسهم وعاش معهم سنين. خلونا نشوف وياكم هذه المشاعر الجميلة. ما شاء الله تبارك الله على هالقبول عند المعلم مع زملاء وأيضا مع طلابه، اللي شفنا بعض اللافتات اللي تعبر عن مشاعرهم. وبالتأكيد هل تظنون هذا المعلم قد تسبب بإغضاب طالب أو ضربه أو تعرض له بأي يعني عامل من عوامل القسوة؟ بالتأكيد لا. ولهذا هذه الختام أو هذا الختام المسك الذي نشاهده هو ما حصل من سنين سابقة. نشوف التغريدات، برد التعليق الأول: المعلم المخلص لا ينساه الطالب إلى آخر يوم في حياته. بالتأكيد. نروح نشوف التعليق الآخر كذلك على هالمقطع. محمد يقول: المعلم المتفاني والمهتم بطلابه لا ينسى. بالتأكيد. نروح نشوف أيضا التعليق اللي بعده: دموع، والموقف يحتاج إلى دموع، مدرسة متميزة وتوديع متميز تقديرا لجهوده. فعلا يستحق كل معلم يودع هذه الميادين بهذه الختام الجيد. هنادي ايش تقول: من وجهة نظري رؤية أثر تعليمي على الطلاب والطالبات وكلمات الشكر الصادقة والتقدير منهم هي أجمل هدية عند تقاعدي. الله يبلغنا التقاعد ونحن في صحة وعافية. هل هذه تقول الكلام هذا مجاملة؟ لا، بالتأكيد، لأنها شاهدت مثل هالمواقف، وهالمواقف يعني كأنها رسالة شكر، وكأنها يسمونها مرتب آخر خدمة تشاهده أمامك من تقدير الناس لك واحترامهم لك. بكذا من هذه المنصة ونروح وياكم نشوف منصة أخرى من سناب شات. من المنصة سناب شات هذه الجلسة، هل هي جلسة طبيعية؟ جلسة بين الغيوم على مرتفعات أبها. أهل أبها بالنسبة لهم جلسة طبيعية، لكن إحنا يمكن ما نشوف هلا في الصيف، فالله يهنيهم يا رب. نشوف وياكم مقطع. الله على المنظر الجميل بصراحة، ولكم أن تتساءلوا ولكم أن تسألوا اللي بجانبكم. هذه الجلسة تستحق يعني شخص آخر مرافق لك، فمن سيكون ومن ستأخذ معك في هذه الجلسة الجميلة؟ نروح وياكم منصة أخرى أيضا، إنستغرام. من الانستغرام جاء هذا السؤال على مقطع يقول: ليه الأولين ما جاهم اكتئاب؟ السؤال لكم بعد ما نشوف المقطع. سمعت في واحد جاء اكتئاب هنا من الأولين؟ لا والله، أنا قال والله كان في شايب جاء اكتئاب. لا، عاشوا حياتهم، ماتوا بصحتهم بنفس طيبة، صح، هي من الشوم من الزراعة من استمتاع بالريق.
بصراحة هذه من المناظر اللي يحببها الأجداد وأيضا الوالدين الكبار، يحبون مثل هالمناظر الجميلة اللي تشغل أوقاتهم وتبعدهم كذلك عن الأخبار اللي ممكن تعتبر مزعجة بالنسبة لهم. نشوف رد الناس والتعليقات في الإنستغرام. التعليق الأول يقول: كان الأولين في الزمن الجميل بلا تقنية، وكان هم الرجل حرث البلاد وزراعتها وصرمها حتى يوفر عيشة كريمة لأهله. أحسنت. أمال في التعليق القادم أو أمل تقول: كم كانت جميلة أيام زمان، وكم كان رائعون هم الأشخاص قديما. كانت الحياة بسيطة وكنا أكثر فرح ومرح، ضحكاتنا كان صوتها أجمل، وعيوننا لها بريق خاص، وقلوبنا مضيئة وأفكارنا نظيفة. نحن إلى تلك الأيام الجميلة وإلى بساطتنا القديمة. طبعا أغلب التعليقات واللي تؤيد مثل هالمشاهد تراهم من جيل الأولين اللي شهدوا مثل هالمناظر وارتاحت نفوسهم لها. نشوف أيضا تعليق القادم: نير الغملاس تقول: الزراعة تجذر وتواصل مع التربة وعلاج نفسي روحي، وفعلا ما كانوا يعرفون الاضطرابات النفسية والاكتئاب، لأن عندهم موهبة يمارسونها ويستمتعون فيها. اللي ما عنده موهبة وشغف هو المعرض لأي مرض وتعب، لأن طاقتك كلها مركزة على الهم والغم واجترار الماضي. ويزيدها أيضا: لو جاك واحد وقام يتذكر لك أمراض الدنيا والآخرة عندك، فهذه مشكلة. نشوف التعليق القادم: علي يقول باختصار: لأن ما عندهم إدمان جوالات مثل الحين، صدقوني الجوالات سبب رئيسي في الاكتئاب، لأن نسبة كبيرة يستخدمون في أشياء تعود عليهم بالحزن والضيقة، وكل وقت تقضي مسلسلات أفلام بعيدة عن أهله، عمن هم حوله صلواته مهملها. أتحدى شخص محافظ على صلواته وقراءة القرآن وجلسته مع أهله ويكون مكتئب. آخر تعليق معنا في على المقطع هذا من الإنستغرام من صفوان، وش يقول؟ يقول: أحد أبرز أسباب الاكتئاب الفراغ. لو الواحد شاغل وقته باللي يفيده وينفعه، منها راح يستفيد ومنها يروح عنه الاكتئاب. أنا أتوقع أغلب التعليقات ما شاء الله في محلها، وجابت كلام رائع تعليقا على هالمقطع. والله يبعد عنا وإياكم الاكتئاب، أكيد إشغال الوقت فيما ينفع وإشغال النفس في المفيد حيلهيك أو حيشغلك عن الأشياء اللي ما لها فائدة واللي تذكرك بأشياء ممكن تتعبك نفسيا. كذا نكون خلصنا وإياكم أبرز الترندات. خلونا نستعرض وإياكم فقرتنا الأخيرة، نستعرض أخبار سريعة في 90 ثانية. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة. هيئة تطوير محمية الملك سلمان ترصد 189 مخالفة داخل المحميات خلال يناير. الحملات الميدانية المشتركة تضبط 18900 ومخالف خلال أسبوع. الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون حبة كبتاجون. فروسية نجران تنظم سباقها 19 للموسم الحالي. الإرشاد الزراعي: إهمال المحاصيل الزراعية يتسبب في عديد من الأضرار وإصابتها بالآفات. التأمينات الاجتماعية: امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي. الأمن البيئي يحمي الكائنات المهددة بالانقراض للمحافظة على التنوع الأحيائي. جامعة القصيم تطلق مهرجان تراث الشعوب بمشاركة طلاب من 90 دولة. حساب المواطن 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير. طبعا تشهد جامعاتنا وتشهد مدارسنا هالأيام تذكر الأجداد من خلال يوم التأسيس بعمل الفعاليات والبرامج المتنوعة
مناسبة يوم التأسيس والذي اقترب موعده، لكن ما شاء الله التعليم استبقوا الأحداث وبدأوا مباشرة ما شاء الله باستعراض مثل هالمعلومات القيمة والتي يجب على كل طالب وطالبة وأيضا كل من ينتمي لهذا الميدان التعليمي الاستفادة من المعلومات الموجودة في البرامج وأيضا في المقاطع الوثائقية المميزة. بالتأكيد كل واحد يهتم بمعرفة أكثر شيء عن بلاده. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، إلى اللقاء. Bum 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 b